متواصلة على بركة الله. تعلن انطلاقة جديدة وشوطنا هو الشوط 21 في مجمل أشواطنا الصباحية باندفاعات الصباح وانطلاقات سن الحجائج في ثاني أيام هذا المهرجان بنسخته التاسعة التي هنا تقام على أرضية هذا الميدان ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة. على بركة الله نسير مع هذه الانطلاقة الإبكار الحجائج الأربعة كيلومترات المنافسة من خلال هذه الشعارات وهذه النجوم القادمة بتحديات الأصالة باندفاعات متميزة بسلالات كبيرة بأيضا نواميس عديدة من خلال أيضا وجود هذه النجوم. على البركة نذهب مع المركز الأول مع الصدارة الأولى مع المركز الأول. هناك ليالي على المركز الأول عمير بن سهيل بن كنزول الشامسي من يقدم لنا البداية الأولى. المركز الثاني المركز الثاني هنا التقدم من صخب فن بن محمد بن فن بن عبد الله هناك صخب فن بن محمد بن فن بن عبد الله المحيربي من يتقدم مع الثاني المراكز والمركز الثالث ثالث المراكز وتابع هنا أيضا القدوم من الشايبة سليم بن سالم بن عبد الله الفزاري يتقدم ثالثا. المركز الرابع رابع المراكز من الجانب الآخر المركز الرابع واندفاع متميزة المركز الرابع باندفاع متميزة بأداء رائع هنا على المركز الرابع أو تابع هنا انتباه التنهات لحمدان بن سالم بن علي الدرعي من يقدم التنهات على رابع المراكز. المركز الخامس خامس التحديات أو تابع هنا أيضا القادمين والواصلين أيضا بالمنافسة هنا النويعس محمد بن حمد بن محمد الغفراني المري يتقدم على خامس المراكز. والمركز السادس هنا أو تابع القدوم من لفته محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي قادم يتسلل من مركز إلى مركز أو تابع هناك القدوم أيضا على المركز الثامن ثامن المراكز أو تابع التحديات أو تابع المنافسة الكبيرة هنا على أرضية هذا الميدان وهذا القدوم الرائع من خلال أيضا وهج لعم محمد بن عبد الله بن محمد البطين هنا يتقدم مع وهج وهناك من الجانب الآخر نهب مبارك بن سيب بن محمد الشدي المنصوري مع تاسع المراكز. المركز العاشر عاشر التحديات هناك الحاكمة الغبشي بن سيل بن الغبشي الشريفي. هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى ولكن لنا عودة مع المنافسة لنا عودة مع الأداء المتميز لنا عودة مع الانطلاق البداية الأولى البداية لا زالت ليالي لعمير بن سهيل بن قنزول الشامسي من يقود المسار الأول من يتحكم بهذا الشوط من خلال ليالي على المركز الأول. المركز الثاني ثاني المراكز ثاني التحديات الشاهنية حمدان بن شخير بن غدير اليحافي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز أو تابع هناك أيضا لفته لمحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي مع ثالث المراكز. المركز الرابع رابع المراكز يا سلام هناك أيضا وهج محمد بن عبد الله بن محمد البطين يتقدم البطين على المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز هذا القدوم هذا التسلل الرائع من مذيار الحاكمة تتقدم الغبشي بن سهيل بن الغبشي السريفي بدأ يعلن الهجوم ولكن القادمين هنا شعار بالروية من يتقدم في هذه اللحظات تقدم رائع من خلال ندى محمد بن حمد بن سعيد المنصوري الله يا هذا الشوط ولكن البداية يوسف وين الثنائية الصراع
الصراع من أجل الفوز، الصراع من أجل الناموس، الثنائية بانفراده، تنافس ذاتي، تنافس ذاتي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، البداية اللي غيرت، اللي غيرت على المركز الأول، الشاهنية حمدان بن شخير من غدير، اللي حافي من السلطنة، من السلطنة هنا يقدم لنا البداية، يقدم لنا الانطلاقة. ولكن هذه ليالي عمير بن سيل بن قنزول الشامسي في المنافسة، ثنائية ثنائية بالأداء، ثنائية بالأداء، ثنائية بالانطلاق. ولكن الشاهنية، الشاهنية حمدان بن شخير بن غدير، حمدان بن خشير بن غدير اللي حافي، هو من يقود المسار الأول، هو من يسيطر مع ناموس هذا الشوط. سلام لأهالي السلطنة، سلام لأهالي السلطنة على هذا الأداء، سلام لأهالي اليزع، سلام على هذا الانتزاع المتميز للشاهنية، لناموس هذا الشوط، لحمدان بن خشير بن غدير اللي حافي. تهانينا والناموس، السلام يا اليزع، سلام. المركز الثاني كان من نصيب ليالي عمير بن سهيل بن قزول الشامسي، المركز الثالث كان من نصيب ندى محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع كان من نصيب تصريح لعبد الله بن سلطان بن سالم، والمركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب وهج محمد بن عبد الله بن محمد البطين. هكذا المنافسة، هكذا أبناء اليزع يقدمون لنا الشاهنية بناموس متميز، بأداء رائع. الشاهنية هي من نالت ناموس هذا الشوط، أيضا بتحديات متميزة، بأداء رائع لحمدان بن خشير بن غدير اللي حافي، حيث قطعت الأربعة كيلومترات ست دقائق ثانيتين أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، أو سلام لها لليزع على هذا الأداء المتميز اللي قدمته الشاهنية في أيضا تحديات الصباح واندفاعات الصباح. ست دقائق ثلاث ثواني والوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك ليالي على هذا الفوز والانتصار، عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي، تهانينا على هذا الأداء المتميز. المركز الثالث بتحديات رائعة، وصول ثالث المراكز كان من نصيب مشاهدينا الكرام ندى محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، شعار بالروية، ست دقائق ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.